السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن موضوع مختلف عن موضوع الطاقة الشمسية، بس حبينا ننشر هذا الموضوع يعني للاستفادة، لأن تصير عدة مشاكل بهاي الأمور وتتطلب نقل غسالة ووزنها الثقيل ومشاكل مصلح واستغلالهم وكثير أمور. نقطة الأولى، إحنا عندنا هسه اليوم مشكلة يعني ردنا عالجناها بأحد الأخوة وردنا ننشرها عم تكون على يعني الآخرين يعرفون بها. المشكلة هي شنو؟ لما توضع الغسالة مالتك نتخلي على الدراينج تجفيف، نتخلي الغسالة هي فول أوتوماتيك، الغسالة هي فول أوتوماتيك سامسونج فول أوتوماتيك 17 كيلو أو 12 كيلو. المهم بالشاشات أكو خطأ يطلع عندك بالشاشة هنا، الخطأ هذا هو HE2 أو HE1. الـ HE2 أو الـ HE1 يرمز إنه شنو؟ إنه حرارة ما عندك، يعني ماكو حرارة بالجفاف، الغسالة ما جاي تطلع حرارة، ما جاي تجفف ملابس، فتبقى تشتغل توصل عندك 23-24، توصل يمكن 16، تقول لك يابا انه اكو عندك كود HE2 او HE1. الحل المشكلة هاي هو بطريقتين. الطريقة الاولى نجي نفتح الغسالة، تلاحظون هذا الداخل من الغسالة، حاليا الداخل الغسالة هذا عندك الهيتر الهاوزينج مالته، هو هذا هيتر عندنا موجود، هذا الهيتر مالته مرتبط الهيتر بهذا، عندك حساسات اثنين ثرمو سنسر مرتبط عندك باثنين واحد اثنين. هذا هنا تشاهدون هذا الشيء الصغير، هذا الجزء الصغير الموجود هنا، الجزء اللي بالنص بالضبط بالنص، تشاهدوه هذا بالنص، هو من يصير عندك مشكلة بيش يسوي؟ يرتفع لي فوق، يصير اوفرلود بي، من يصير اوفرلود يصعد لي فوق. فش يحتاج لازم ترجع بمكانه، ترجع بمكانه، تستخدم قلم وبالقلم تدخل بيناتهن وتضغط عليه لجوا، راح يبدي يعني من ينزل عندك راح ترجع الغسالة تصير عندك، ترجع طبيعي تشتغل. تيجي تلمس هذا الجزء كلش حار، تلمس تلقيه كلش حار، الجزء هذا حار تلقيه. السنسر الثاني تشيك همين، هذا سنسر ما بي، هذا فقط حساس، اما هذا لا اوفرلود يعتبر، هذا اوفرلود، اما هذا الثاني حساس مربوطات على الفان. هذني بالنسبه لهذا، اذا هذني ما بينشي هذا وهذا ما بينشي، ذني اثنيناتهن يعني سليمات وفحصتوهن بالجهاز الاوف ميتر فرضا، اللي ما عنده جهاز يقدر يحاول يمسه، او اللي ما عنده جهاز يقدر يفحص مال ايرث، يفتح الاقطاب ويمسك قطب ويأشر على القطب الثاني، يعني تخلي الدرميس هنا القطب ويدك الاصبع الثاني على القطب الثاني وتفحص من يمر الكهرباء، يعني معناته انه سليم، اذا ما مر بمشكله فترجع، قلنا ترجعها وتنتظر اشتغل طبيعي، اشتغل اذا ما اشتغل طبيعي تجي تفحص الهيتر، فهذا الهيتر عندك بمشكله، واقف هيتر هذا يصير عندك مشكله بي، فتشيك الهيتر، والهيتر تشيك مين؟ تفحص هالقطب الاسود من هنا والقطب هذا، خلي الهيتر من هنا بجهاز الاوفو يفحص لك عندك. فهذا اليوم موضوع الغسالة صراحة ردنا ننقل لكم اياها، لان هاي بها هواي مشاكل، فكثير من العالم تتوقع بهاي المشكلة وما يعرف. هو شغلته كلش بسيطة، قلنا تجي تفتح الغسالة برغين من الظهر، برغين هنا، وتسحب القبق، القبق ينسحب سحب سلايت لورا يرجع يطلع عندك القبق. تجي هنا تلاحظ على الحساسات السنسرات اثنين، سنسر الاوفرلود وسنسر حرارة، هذني يشتغل، المروحة تفتر تدفع